عندنا هنا بصي مقاديرها برضو سهله قوي. دي عباره عن عجين، وهنلون العجين بكاكاو وهنسيب منه جزء ابيض، وهوريكي مع بعض هنعمله ازاي. عندي هنا كيلو من الدقيق، كيلو دقيق، كوبايه زبادي، كوبايه لبن بودره، انا عاملاها عجينه غنيه، كيلو دقيق، كوبايه زبادي، كوبايه لبن بودره، نص كوبايه سكر بودره، ثلاث بيضات، اتنين باكو فانيليا، معلقتين كبار خميره فوريه، ومعلقتين كبار من الكاكاو. بص هنعمل ايه بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو دقيق، كيلو عشان هنعمل تورتايه. كيلو دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. عليه معلقتين كبار من الخميره، نص كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، رشه ملح، يعني حوالي ربع معلقه على الكيلو. ماشي، اقلب ده كله مع بعضه. انا عامله كميه كبيره عشان هعمل ثلاث طبقات من العجين. هقلب بقى الايه، هقلب الايه، الكيلو الدقيق، نص كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، ماشي، حطيت معلقه كبيره خميره فوريه، معلقتين كبار خميره فوريه، رشه الملح دي يعني ربع معلقه، ماشي. هنعمل دلوقتي كده، نعمل ايه، نجيب سمنه روابي، ناخد ايه ربع كوبايه سمنه روابي، معلقتين كده بس كبار، كوبايه زبادي، كوبايه اللي عيرت بيها، يعني كوبايه اللي هي بنعير بيها الدقيق اللي هي حوالي 200 مللي، ماشي، ثلاث بيضات. بصي بقى في الاخر هنشوف العجينه شكلها ايه، اذا عايزه تسائل تاني بديها يا شويه لبن يا شويه ميه، هي هتعوز بس يا كده يا كده مش مشكله. احط الفانيليا، ازودها، ثلاث بيضات مع الفانيليا، واعمل عجينه ايه طريه. واحدة واحدة كده. أنا بقى هزوقها بإيه؟ عندي عسل، عسل اللي هو العسل بتاع الكنافة، الشربات أو السيرم. بعمل شربات أو يكون عندي في التلاجة، يكون وسط لا هو تقيل ولا خفيف. وعندي كمان شوكولاتة مبشورة، مربى، كريز، كريمة لباني نص كوباية، معلقتين من الزبدة. بصوا العجينة طرية بالشكل ده. أهي بصوا كده بقت عاملة إزاي؟ هيك على طول دلوقتي كده بسرعه تبقى العجينه طريه كده. بصوا بعمل ايه، بشيل منها جزء كده قد تلتها بالظبط، واحط معلقتين كاكاو واضربها تاني عشان اخلي الجزء التاني لونه ايه بني بكاكاو. فهاجي هنا على دي واعمل فيها ايه، بسيبها تخمر طبعا، بسيبها ايه تخمر، وبعدين ابدا اعملها ازاي. بصوا حاجات زي كده، بعد ما تخمر بعملها صوابع، شوفوا طريه جدا جدا. بجيب مثلا ايه صينيه زي كده، بتجيب ثلاث صواني قد بعض، ونمسك وتدهنيها طبعا، ونمسك الصباع ده كده ونلفه كده، ماشي. انا هنا بعمل اللي بكاكاو وده ابيض، هتبقى عندي طبقه بيضه وطبقتين بكاكاو. امسكها كده والف كده، الزقها ببعضها كده والفها في الصينيه. وبعدين بعد ما املى الصينيه كلها بالشكل كده زي الحلزوني كده،
نعمل بقى الوش ممكن نحشيها ايه دي، هنعمل ثلاث طبقات زي ما ثلاث صواني، صينيه بيضه وصينيتين بالكاكاو، اروح عامله لها ايه كل ده هيلضوا في بعضه يعني. ابدا بقى اعمل لها صوص شوكولاته، يعني هعمل حشو والمربى وطبقه من المربى، طبقه بصوص الشوكولاته، طبقه بجوز الهند معاها كمان كده يعني. تزوقي بقى التورتيه دي زي ما انت عايزه، بس بحاجات تبقى ايه، مش حاجات بقى الكيك السفنجي والكلام ده، لا هنعمل حاجات على قد ايدينا جدا جدا ان شاء الله. بس كده. طيب انا دلوقتي هكمل العجينه دي، خليها بني وهجيب لك بعد الفاصل نظام بعد التورتيه، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى الطبقات اللي قلت لكم عليها حاجه زي كده مثلا، دي طبقه بالكاكاو، العجينه اللي عملتها بالكاكاو وسويتها بالطريقه دي، ثلاث صواني قد بعض. ابدا اسقيها بسيرب متوسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف عشان تبقى مسكره معايا، وبعدين اديها طبقه من المربى كده اوزعها عليها، مش عايزاها كتير قوي قوي. وطبعا دي واحده سخنه وواحده بارده، يعني ايه لو العجينه بردت هسخن الايه السيرب، العجينه سخنه اديها سيرب بارد. ماشي كده، اي طبقه من المربى. وبعدين انا عامله بقى ايه، عامله اتنين شوكولاته وواحده بيضه، اجيب البيضه بقى بالشكل ده واديها برضو سيرب. اشربها كلها كده عشان تبقى مسكره بقى، تورتيه مسكره بقى، تورتيه على قد ايدينا جدا جدا، مش كمان هتبقى على قد ايدينا ومش مسكره، لا خلاص. يا اما اديها مربى، يا اما اديها صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه ده. انا كان معايا ايه، ربع نص كوبايه من الكريمه اللباني حطيتها على النار سخنت، واديتها معلقتين كبار من الزبده، ونزلت عليها كوبايه الشوكولاته المبشوره بقى بالشكل ده. ممكن اروح موزعه عليها كده شويه كده، دي كريمه لباني وزبده وشوكولاته مبشوره. عارفه لو سبتيها تبرد هتجمد تبقى عامله زي الايه، زي الكريمه، ده الجناش كده. واجيب بقى الطبقه الثالثه تبقى لون تاني اللي هي لون الايه، البني، تبقى بالشكل ده، واديها برضو سيرب. بصي بقى الحاجات دي اجتهاديه، انت بقى تزوقي زي ما انت عايزه، بس مش كريم شانتي عشان دي مش كيكه اسفنجيه، دي حاجه كده هتبقى شبه الفطائر. خلاص اديها كده شوكولاته او مربى زي ما انت عايزه. اما دي تقطعيها بقى دي هتطلع لك ايه، حته بني وحته بيضه طبعا حسب لون العجين من جوه. عايزه تغمقي عن كده غمقي. حابه بقى تزوقي من فوق جوز هند، حابه تزوقي انا جايبه كريز، حابه تزوقي شوكولاته مبشوره تاني، فورمايسيه، عارفين شوكولاته فورمايسيه الملونه دي بتبقى جامده جدا عليها. مقطوعه بلاش منها، ادي كده عملنا تورتايه بسيطه جدا وعلى قد ايدينا جدا جدا في احتفاليه صغننه كده. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، والقناه طيبه وكل زملائي طيبين ان شاء الله.
كده بس كده. تمام ادي كده خلصنا التورتايه بتاعتنا. طبعا عايزه اقول لك اعمليها وذوقيها زي ما انت عايزه، ويبقى عملتي فطيره فطائر كمان، يعني مش لازم عيد ميلاد ولا حاجه، بس هي هي عارفين عجينه ايه كمان اكتر؟ دي زي عجينه الشوريك، تبقى مسكره شويه، فمسكره شويه وبعدين بديها عسل عليها وسكرها اكتر، وبعدين اديها مربى، اديها الشوكولاته دي، بتديها بقى ايه عسل كمان وكمان. يعني ان شاء الله تعجبكم يا رب، ان شاء الله على خير، وسهله وبسيطه جدا جدا وعلى قد الايد، واحتفاليه على قد الايد جدا جدا، ويا رب تكون عجبتكم. النهارده عملنا مع بعض ايه؟ ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. كده احنا عملنا مع بعض النهارده الكفته، الميني كفته برضو في الشيش، بصوا شكلها ايه، جميله جدا برضو. وعملنا جنبها رز بالبابريكا والبصل، دي كده غدوه. مش عايز تعمليها غدوه وعايز تعمليها في الاحتفاليه بتاعتنا، يبقى هتعملي معاها الميني مكرونه بالبشاميل. بصوا شكلها، شكلها حلو زي اتقلت بمنتهى السهوله، علشان هي حاطه لها تغليفه محترمه من الزيت والبقسماط الناعم، بقت بالمنظر ده. وكمان عملنا الميني سينابون، وعملناه برضو بتوبنج او واجهه بسيطه جدا وعلى قد ايدينا جدا جدا. وعملنا كمان التورتايه، تورتايه على قد الايد. ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء. We'll be right back.
محتاجه.